تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في عرقلة ومنع دخول شاحنات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ورغم ذلك فإن الجهود المصرية لا تتوقف إما في إدخال ودفع بمئات المساعدات من الجانب المصري أو حتى استمرار استضافة وخدمة المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم في مستشفى العريش العام من دخلوا خلال العام الماضي قبل أن يغلق الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني. إلى مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا نتابع المجهودات المصرية المختلفة لإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث بالطبع عن استمرار عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات، إما بمنع دخول هذه المساعدات من دخولها على الإطلاق، أو في بعض الأحيان رفض هذه المساعدات أو تقليل حجم المساعدات التي تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن هذا لا يمنع استمرار المجهودات المصرية لإدخال هذه الشاحنات. نتحدث عن مئات الشاحنات التي تدخل من أمام بوابة معبر رفح المصرية متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن توجه ما يقرب من 94 شاحنة توجهوا بالفعل إلى معبر كرم أبو سالم. دخل منهم بالفعل وتم إفراغ ما يقرب من 25 شاحنة، وتم رفض 9 شاحنات. هذه الشاحنات التي تم رفضها هي شاحنات مليئة بالأطعمة ومليئة بالمياه والحبوب وغيرها من المساعدات الهامة في هذا الوقت إلى قطاع غزة. أيضا تم دخول أو توجه إلى معبر كرم أبو سالم 8 شاحنات من الوقود، منهم 4 شاحنات للغاز و4 شاحنات للسولار. تم إفراغ 3 شاحنات، هناك 5 شاحنات ما زالوا عالقين في أمام بوابة معبر كرم أبو سالم. هذا ضمن بالطبع النهج الذي تنتهجه قوات الاحتلال لتضييق الخناق على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن سلسلة الإبادة الجماعية التي تنتهجها بحق الأشقاء الفلسطينيين. لكن المجهودات المصرية لا تقتصر على إدخال المساعدات الإغاثية فقط، فنحن هنا أيضا في مركز خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام تستمر أيضا المجهودات المصرية لخدمة المصابين الذين دخلوا بالفعل خلال العام الماضي، إما في مستشفى العريش العام وغيرها من المستشفيات، بالإضافة أيضا لمرافقي هؤلاء المصابين الذين يعني يتم علاجهم واستضافتهم هنا في مركز خدمة المواطنين في العريش، مستشفى العريش العام. نتحدث عن خدمتهم بوجود الأطعمة المختلفة والمشروبات والعصائر حتى للأطفال الصغار وأيضا الأمهات والسيدات وكل من يتلقى العلاج في هذه المستشفى وغيرها من المستشفيات، يتوجه بعد ذلك إلى الأماكن التي حددتها المحافظة من قبل للسكن حتى يتم فتح المعابر مرة أخرى من الجانب الفلسطيني بعد أن تم احتلاله من الجانب الإسرائيلي. هذه هي الصورة من العريش، والآن عودة إليكم مرة أخرى.